اهلا بيج، سولفي لي من البدايه شلون صار زواجك. اهلا بيج، انا تزوجت شخص، طبعا انا بالبدايه خليني اقول لك انا خريجه وبس، ما كمل يعني ما اشتغلت ولا شيء، قعدت في البيت. تقدم لي هواي ناس، فمن ضمنهم شخص اهلي وافقوا عليه، فكان اكو فتره خطوبه يعني كم شهر وتزوجنا. خلال هذا الشهر يعني عادي عاملني، بس احنا بالبدايه قالوا اهله انه لكم بيت، البيت هو هاي غرفه وصاله، هو يعني ملكيته ملكيه زوجي، وهو موظف يشتغل. فتزوجنا بي بالبيت والحمد لله يعني زينين بالبدايه، بس انا حسيته شويه قتر علي، يعني على قد مسواك قليل، اقول اشياء يعني حتى أنا المهر مالتي كان 3 ملايين، والمؤخر كان 5 ملايين، بوقتها كانت قبل 10 سنوات أحكي لك، كانت يعني زينة، لا يعني تمشي الحال، أنا يعني ما أردت هواي أشياء، يعني ندري هم ناس على قد حالتهم، بس من قالوا لي إنه عنده بيت ما طلبنا منه أشياء. عرفت المادة 3 من قانون الأحوال الشخصية الزواج بشكل عام ولم تحدد المذهب الذي نتج منه هذا التعريف، فحددت أنه عقد بين الطرفين بأحد صيغ الزواج، ويشترط بالأهلية للطرفين، كذلك يشترط مهر الصداق، ويكون هذا المهر أما معجل أو مؤجل. لكن اختلف جمهور الأحناف في تحديد مدة المطالبة، عفوا ميعاد المطالبة بهذا المهر. كذلك اشترطوا الأحناف وجود الشهود في الزواج، خلاف الإمام هو معمول عليه في المذهب الجعفري، حيث أن اشترط الأحناف وجود الشهود هو لصحة إثبات وجود واقعة الزواج، ولم يشترطوا الشهود في صحة واقعة الطلاق، وهذا اختلاف بين جمهور الأحناف وبين المذهب الجعفري، حيث أن المذهب الجعفري يشترط الشهود في إيقاع المهر. المسمى هو المهر الذي سمي بالعقد، يعني حدد مقداره، حدد عين، مثلا بيت، مثلا كذا كيلو من الذهب، أو مقدار من المال. هذا المهر في جميع المذاهب الإسلامية يعتبر دين، ولم يختلفوا عليه، إنما اختلفوا مثل ما ذكرنا على ميعاد المطالبة به. وهذا المهر هو دين في ذمة الزوج، إذا نريد نركز حتى في حال وفاته. في حال وفاته تقدر المرأة تطالب بمهرها اللي هو خارج الإرث، هي صح وريثة ولها نسبتها من الإرث، لكن المهر يعتبر دين، ولها أن تطالب به كدين حالها حال بقية الدائنين للميت. إيش توي هذا زوجك؟ سولفنا إحنا أنا وياك، قلتي لي 10 سنوات، شلون كانت هذه 10 سنوات وشلون كان يصرف عليك؟ يعني كان يقتر، بعدين صاروا عندي أنا 2 ولد، وخلال عيشتي وياه يعني على قد يعني أوديهم المركز الصحي، ماكو يعني ملابسنا إلا كلش تخرب يلا يشتري لنا. فأنا مليت وتعبت من هذا الشيء، ومن أشكل أهلي قالوا لي زين مو زين هو يكون نفسه، ايش يكون نفسه هو بيت الحمد لله عندنا، وين يوديهن أصلا الفلوس؟ فأنا ورا 10 سنوات قررت أنه أشتغل، حكيت وياه كيف أصلا. حقوق المرأة في الإسلام هي ثوابت في جميع المذاهب، ولا يوجد اختلاف إلا في المطالبة بالمهر، ميعاد المطالبة بالمهر بين جمهور الأحناف وبين المذهب الجعفري، حيث يشترط جمهور الأحناف المطالبة بالمهر بأقرب الأجلين اللي هما الموت أو الطلاق. لكن المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، الفقرة أولاً، ذكرت أنه في حال المطالبة بالحقوق يتبع العرف، بينما جاءت الفقرة الثانية ذكرت أنه المطالبة بالمهر يتبع الأجلين اللي هم الموت والطلاق، وكان المشارع غير موفق في ذلك، حيث أن العراق تعرفين يعني إحنا مختلف المذاهب
بي، فلو كان يتبع العرف لكان النص القانوني مرن في التطبيق وغير محدد، فكيف يتبع العرف في الفقرة الأولى ومن ثم يحدده في الفقرة الثانية، حيث أن الفقرة الأولى خصت للمذهب الجعفري والفقرة الثانية خصصت للمذهب الحنفي، وهذا يعني ترهل تشريعي بالمادة حيث ذكرت أكثر من فقرة، بينما هو يطبق في الفقرة الأولى أنه يتبع العرف في حال جميع المذاهب، ومثل ما ذكرت أنه المذهب الجعفري للمرأة أن تطالب بمهرها في حال المطالبة والميسرة، وفي المذهب الحنفي لها بأبعد الأجلين وهو الموت أو الطلاق. والله هو أساس يعني في عقد الزواج يعني المهر هو من حق الزوجة، ودائما الزواج إذا بنى على أسس حقيقية محبة ويعني تضحية قد لا يكون المهر فيشكل في يعني في عائق كبير أو في مشكلة كبيرة، لكن لضمان الحقوق يعني دأب الناس على أنه يضعون مؤجل ومؤخر في مؤخر ومقدم في سبيل ضمان حقوق المرأة أو الزوجة. طبعا الفروق الفرق العملة يعني هسه مثلا الزواج بالثمانينات يختلف عن الزواج الآن، مثلا 5000 دينار سابقا واليوم بالملايين، أو مثل ما تفضلتي 3 ملايين واليوم الأوضاع الاقتصادية ارتفعت بشكل كبير، يعني هاي طبعا تشكل مشكلة كبيرة في هذا المجال. لكن أكو حل، طبعا أنا حسب ما أسمع أنه هذا المهر يقاس بالذهب، يعني إذا كان في الثمانينات أو السبعينات مثلا واحد بألف دينار، مثلا ألف دينار لا شيء تساوي ما بيها يمكن قنية ما بيها. فالآن قالوا يقيسون بالذهب، كيف كم كان يعادل، كم كان في تلك الفترة يساوي الذهب وكم فيطلع بالدولار، فيجي هنا يرجع بنفس القضية. طبعا حقوق المرأة الأساسية هو المؤخر، وهذا حق طبيعي لها. كيف تنال حقوقها في هذا المجال؟ تبقى عاملين، العامل القانوني اللي هو تقدر تأخذ قانونيا، والعامل الأخلاقي الاجتماعي. يعني هذه المرأة إذا كان رجلها ذو أخلاق ومن عائلة وقيم ويعترف بحقوق المرأة فممكن يوصل الحقوق كما هي، ولكن في أغلب الأحيان الذي نراه اليوم في مجتمعنا أن كثير من الناس يتنصلون عن هذه الحقوق، ولهذا المرأة هنا يعني ضحية في هذه القضية إذا لم توضع علاجات قانونية في هذه المسألة. بعد ما اشتغلتي وشفتي نفسك أنه استقليتي ماديا، فكرتي بالطلاق؟ فأنا اشتغلت بمكان محترم واشتغلت بي، يعني علموني على أشياء إدارية وهيجي أكتبهن، ما أعرف كاتبة أو إدارية ما أعرف بالضبط، بس هيجي أشياء. راتبي أني 400، راتبي طبعا كله صرفة على الولد وعلي، فشفت أني ما أحتاج لماديا. صارت بيناتنا يعني أشياء، ظل هو شافني إنه أنا عندي راتب بعد بالزايد، ظل ما يدفع يعني للبيت ولا يشترينا ولا يسوق أصلاً، فصار كله براسي. المادة وسيلة، ولكن يبقى الأصل. شوفي المشكلة وين؟ المشكلة بالبخيل نفسه، شخصيته هي شخصية منزوية أنانية، دائماً هو يحاول أن يعني يكتنز ما يحصل عليه دون أن ينفقه على الآخرين، بس ربما في نفس الوقت هو مستعد أن يأخذ من الآخرين، يعني يكون فرحان عندما يأخذ من الآخرين لكن هو ما ينطي. ولهذا شوف القضية تراكمية، قضية اجتماعية من الصغر إلى الكبر، بحيث أصبح هذا سياق ثقافي بالنسبة له. ولهذا شوف أنه هذا الإنسان البخيل مذموم، يعني لا يقبل اجتماعيا ولا يقبل دينيا ولا يقبل يعني من كل النواحي. هو يعني لأن ليش الكرم؟ البخل هو يعكسه الكرم، فالإنسان الكريم عكس البخيل تماما في العطاء. وطبعا البخل هنا ليس فقط في المال، يعني المال لا يشكل الجزء الأساسي بالنسبة للمرأة أو للرجل، مقابل شنو؟ الجانب الروحي أو الجانب الاجتماعي. يعني البخيل هو الذي لا يعطي حتى مشاعره الإنسانية هو بخيل بها، حتى ابتسامتي ربما هو بخيل بها. زين هذا الموضوع وعشر سنوات كلش هواية، ما حكيت لأحد من أهلك من أهل زوجك تدخل حل المشكلة؟
فأنا حسيت ضغط عليه وشفت ما إلا داعي ولا لازم بحياتي أصلاً، وأني خلص اكتفيت يعني. فحكيت ويا أمي. الأهلية كشرط من شروط الزواج هو أهلية الطرفين للزواج، أي أن لا يكون أحدهما معتوهاً، أن لا يكون مكرهاً، أن يتوفر قبول الرضا، يعني أن يكون راضياً لأن يخطي خطوة هذا العقد أو هذه الرابطة. كذلك في حال عدم بلوغ الفتاة سن 18 وفق قانون الأحوال الشخصية، لما تبلغ العمر 15 سنة يحق للولي الجبري أن يأذن لها بالزواج أمام المحكمة، والولي الجبري يجب أن يتمتع بالأهلية أيضا، عدم إكراهه أو عدم جنونه أو لم يكن معتوها، والأهلية حددت وفق القانون. كذلك في حال عدم وجود الولي الجبري اللي هو الأب، تصار الولاية الجبرية إلى الأم، فلها أن تصدر الموافقة على زواج ابنتها في حال غياب الأب. طبعا البخل يعني صفة مذمومة، هي صفة ليست موروثة وإنما هي مكتسبة، وللبخل أسباب كثيرة، يعني قد ترجع إلى الحرمان الذي يلاقيه الطفل صغير، ترجع إلى عامل يعني آخر مبرر نسميه، هو يفكر المستقبل ويفكر أنه كيف يجمع هاي المادة في سبيل أن يضمن المستقبل. لكن البخل هو مثل ما تفضلتي هو شنو يعني سمة أو عادة مذمومة غير مقبولة في المجتمع، ولهذا العرب يعني في عندما يعني يتقدم أحد لخطبة بناتهم يسألون هل هذا الرجل بخيل أم غير بخيل. المعيار الأساسي عند العرب في هذا المجال هو هل أن الإنسان الزوج بخيل ولا لا. هذا معيار علما، إذا كان كريما فهو كريم في كل شيء، وإذا كان بخيل هو بخيل في كل شيء. ولهذا هذه العادة وهذا البخل هو مرض اجتماعي بدوافع اجتماعية ودوافع اقتصادية ودوافع نفسية، طبعا لها آثار سلبية على الحياة الزوجية. لماذا؟ لأن هو دائما هذا سيقصر ويمنع، يعني يمنع إيصال المال من إلى زوجته وإلى أبنائه، ولهذا هناك يصير فجوة في العلاقة بين الزوجة وبين الزوج. هو نسميه يعني اكتسب، يعني عادة اجتماعية اكتسبت منذ الصغر وأصبحت جزء من الشخصية. عملية تغييرها ليس أمر سهل، ولهذا انه هذه العادة السيئة دائما يعني تترك آثار سلبية على الشخص البخيل نفسه، ثم تترك آثار سلبية على المتلقي او المتأثر بهذا الشيء. ودائما شوف العلاقات الزوجية تختلف في هذه القضية، لان الزوجة دائما يعني نسميها عماد البيت هو زوجها، فاذا كان هذا المصدر شحيح غير قادر على العطاء فستخلق شنو فجوة بينهم من ناحية نفسية ومن ناحية اجتماعية، وكذلك عدم الرضا. فأنت شوف أساس الزواج أو أساس العلاقة الزوجية هو الاحترام، يعني أنت زوجك يجب أن يكون في عينك مالي عينك من ناحية من كل النواحي، فإذا اختل أي ميزان من هذه الموازين سوف يعني يصبح هناك تخلخل في العلاقة الزوجية. والقضية الأساسية في المرأة وأي إنسان عندما يرى المقابل بخيل هو يبتعد عنه ولا يريد أن يلاقيه، لا يرجمنه خيرا. البخيل شخص كتب على نفسه هذه الصفة، ولهذا هي ممكن أن نسميها يعني حالة نفسية، ممكن حالة نفسية. شنو الحدث اللي أدى إلى الطلاق؟ قلتي أنه حياتي هو ما عنده مشكلة، بس مشكلة أنه هو بخيل. شن صارت سالفة الطلاق؟ ما عندي أي مشاكل ويا الرجال، يعني هو بس هاي المشكلة أنه هو البخل اللي عنده. فأمي قالت لا صبري، وليش يعني نضيعين 10 سنوات من حياتي تصيرين مطلقة؟ أنا ضد فكرة إنه يعني المطلقة انتهت حياتها، أصلاً ما أفكر عن الزواج، أنا أفكر إنه أربي ولدي ذولي وأعيش يعني ذولي خيمتي، ولدي ما عندي مشكلة. فبالبداية قلت لك أمي عاندتني وحكيت ويا زوجي، قلت له أنت يا أما تساعدني مثل ما أنا أنطي 400 للبيت أنت تطي مثلهن، أنت موظف الحمد لله راتبك ما شاء الله، حتى ما أعرف شقد راتبه، عارض وسوى مشكلة وياي. ف
فاليوم يعني كان جاي من الدوام هو يحكيك المشكلة اللي صارت بها اللي يعني اللي طلقني. هذا موضوع آخر مثلا. يعني حتى الشرع يجيز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان بخيلا لسد حاجاتها الأساسية. إذا كان هو يمنع عنها المصرف، يمنع عنها الأشياء الأساسية، فمن حقها يعني شرعا أن تأخذ من مالي وهو لا يعلم، لقضاء قضايا أساسية مو للعبث أو للصرف كذا. قليل مجتمعنا نشوف وحدة تعترف أنه هي ضربت زوجها وبالتالي أنه هي طلقت طلقة وحدة. أنت على أي مذهب؟ أي فالمهم خلصت من يمه، هو بقى كم شهر يسأل علينا، أو حتى لو طلقني بس ما يسأل علينا، وقاعد عند أهله، بس دز أخوه هو عنده قاصة بالكنتور، أنا ما أعرف لا أعرف أفتحها ولا شيء، أخذها وراح. يعني هي هاي فلوس اللي يجمعها ما يجمع ببنك أو بمكان ثاني، أخذها وراح يعني أخوه. وأنا عرفت بعدين هو يعني شلون ما يريد مصاريف تكاليف ما يرفع قضية طلاق ويطل محامي، فمن هاي السالفة أنه باقي. لا تختلف الشروط الأخرى بين المذهب والمذهب الجعفري، حيث هي نفسها يشترط الإيجاب والقبول أي رضا الطرفين، كذلك الأهلية للزواج وأهلية الولي الجبري على المرأة، لأنه عند عدم بلوغ المرأة يصار إلى موافقة الولي الجبري اللي هو الأب أو الأم في حالة وفاة الأب. الأهلية هي توفر أولا عدم الإكراه، عدم جبر الولي الجبري على الموافقة بالزواج، يعني أهليته في اتخاذ القرار. ثانيا أن لا يعد مجنونا كذلك، يعني هذه شروط. والله هي شوفي القضية مو قضية مذاهب ولا قضية كذا، هي منظومة قيمية ومنظومة أخلاقية. هي دائما الشرع الإسلامي بشكل عام أو أي شرع آخر هو يلبي حاجة الواقع الاجتماعي، مو فطبعا هناك اختلافات في المذاهب في هذه القضية، كل واحد عنده تنظيراته الخاصة. لكن أنا بشكل عام أحكي، يعني بشكل عام أقول، ومن ناحية العقلية ومن ناحية أنه المرأة إذا كان قد منع عليه هذا المال وهو الموجود في البيت، وفي الأصل أنه لها حق في هذا الشيء وزوجها يمنحها بالقوة مثلا أو يمنحها بوسائل أخرى، فيمكن الشرع أباح هذا الشيء. أنا سمعها طبعا أباح أنه المرأة ممكن تأخذ ما تحتاجه من زوجها دون علمه، حتى تقضي لتربية الأطفاء أو للمرض أو الحاجة غذائية، حاجة ضرورية أساسية. فخلصت العدة مالتي، وبعد حتى بالعدة ما رجعني، فقلت أنا مدام هو ما حاول أو يعني أهم شيء فلوسه أخذها منه وراح، قلت هاي لازم أنا أطلق منه رسمي. والله تحضرني دراسات، أنا حقيقة مطلع على دراسات في هذا المجال. ايوه وطلع دراسات كثيره، اغلب النساء يفضلن الطلاق من البخيل، لانهن في قناعه وصلا الى طريق مسدود انه هذا الانسان غير قادر على ان يقوم بواجباته الاقتصاديه وواجباته الاجتماعيه وواجباته النفسيه، وهو بخيل على نفسه وبخيل على اطفاله وعلى عائلته، ولهذا اغلبهن يفضلن الطلاق. ولكن هناك بعض الحالات اللي هي تنظر نظره ابعد، اكو نظره قصيره أو نظرة حاسمة نسميها، ونظرة أبعد تقول أنا عندي أطفال وعندي زوج ما أريد أخسر هذا الزوج، ربما أقدر أعدل من سلوكه. عملية التعديل هنا عملية صعبة، أنا من ناحية اجتماعية ونفسية يعني جدا صعبة، يعني هذا الإنسان قد نشأ وشب على شيء معين، فكيف تغيره؟ عملية التغيير لازم تحتاج إلى انقلاب في عملية التفكير نفسه، ولها تحتاج إلى جهود كبيرة يعني في هذا المجال. هي ما راح تختلف على يعني ما بيها أي اختلاف أنه دعوة إيقاع الطلاق أو دعوة تصديق الطلاق، الفترة العدة تقع بعد الطلاق، وبذلك هي يعني ما تمس حالة الطلاق بموجب، يعني ما دام أكو ورقة سيد تقدر المرأة تصدق ترفع دعوة تصديق الطلاق وتأخذ قرار طلاق من المحكمة. والله شوفي يعني خلنا نصنف النساء،
النساء المرأة المتزنة القنوعة التي يعني تأخذ المال كوسيلة لقضاء حاجاتها وحاجات أطفالها وحاجات الشخصية. وهناك المرأة المبذرة، يعني احنا يعني اكو نساء مبذرات يعني يشترون حاجات يروحون على السوق اشياء محتاجينها استهلاكيات عقلية استهلاكية. هذا الضر بها والضر ميزانية الأسرة. وهناك المرأة البخيلة أيضا لا تنسي، ليس فقط الرجل، هناك أيضا المرأة البخيلة الشحيحة التي يعني تتصل بهذا الشيء. بس المال لا يمكن أن يكون هو العنصر الأساسي في السعادة، المال وسيلة ولكن وجود ضرورة. يعني اليوم أنت لا تستطيع اليوم أن تستمر في حياتك المعيشية والسكن وغيرها إلا بوجود المال. إذن المال هنا لخدمتي وليس الآن لخدمته. البخيل يجعل هو لخدمة المال، فأنا إذا أجعل المال يخدمني فهذا شيء صحي، بس إذا أنا أخدم المال هذا شيء سلبي وكارثة. يعني ما دامش بعدش ما رافع قضية، احكي لي الأوليات، المؤخر على أي مذهب، كل الأوليات حتى نروح لمختصين. أنا لحد الآن من جيت حكيت وياك ما يعني ما سويت قضية، فأريد من يمك أعرف أني يعني متزوجة على المذهب الحنفي ومؤخر مالتي 5 ملايين، بس ما أعرف بمين أبدي، شنو اللي أسوي، أخلي محامية؟ وأني أخاف الصراحة، أخاف أنه أخلي محامية وتستغني أو محامي يستغني ويأخذ، تعرفين هاي كل شهر، لأن واي سمعت بنات صاير عندهم هذا الشيء. فواني ما عندي يادوب يعني اللي المصرف اللي أشتغله، الراتب اللي أشتغله هو يكفيني أنا وولدي. فعن طريقة أريد نصحوني حتى أرفع القضية، وأنا ما أريد أرجع بعد. المذهب الحنفي لم يثير النقاش حول المعجل، إنما أثار النقاش حول المؤجل، المؤجل اللي هو ذكر أنه ميعاد الاستيفاء هو حالة الموت أو الطلاق، إنما بالمهر المؤجل هو مثلا أثاثه ذهبه ما حتى كان المشرع موفق جدا في قانون الأحوال الشخصية لما نص على أنه الهدايا تعتبر من أحكام الهبة. يعني أنا زوجت وشخص خلالي بيت ما لذ وطاب بي من الأثاث وهاي الأشياء، وبعدين قال لي هذا ملكك بيتك وهاي الهدايا إليك، وبعدين من حصل الطلاق لا أني هذني أغراضي وهذني بعدين أنا جبتهن. فالهدايا تعتبر ولو كان حتى لو كان منزل، إنه هدالها هذا العقار وقال لها هاي هدية زواجنا، حتى هذا المنزل يعتبر من أحكام الهبة ولا يجوز المطالبة به. المذهب الحنفي، ينسب هذا المذهب إلى أبي حنيفة النعمان، هو مذهب فقهي، ومن يتبع هذا المذهب يقوم بإبرام العقد على المذهب الحنفي ويثبت في العقد. هنالك عدة شروط تطبق لإبرام العقد على المذهب الحنفي، ومن هذه الشروط أولا تعيين العاقدين، أي يعني يعرف الزوج والزوجة بأسمائهم وبهويتهم التعريفية، التراضي متفق عليه بشكل متبادل، والتحقيق من الأطراف المتعاقدة بقبول الزواج من الطرف الآخر، وجود ولي للعروسة ووجوب شهادة الشهود، ولا توجد حواجز أمام الزواج. هنالك فروقات بين المذهب الحنفي والجعفري. في العقد المبرم على المذهب الجعفري ينص يجب تثبيت عبارة الزوجة تستحق المؤجل عند المطالبة والميسرة، ومعنى ذلك يحق للزوجة أن تطالب بمهرها متى تشاء ويعتبر دينا في ذمة الرجل. أما المذهب الحنفي يثبت على المذهب الحنفي عبارة تستحق المؤجل عن أقرب الأجلين، أي أن الزوجة تستحق مهرها المؤجل عند موت الزوج أو طلاقه لها. وهنالك أيضا شروط ثبتت للطلاق بين المذهبين. المذهب الحنفي ثبت الشروط أولا أن يكون زوجا وأن يكون عاقلا وأن يكون بالغا،
وأن المطلقة لا يشترط عليها في المذهب الحنفي شروط، وإنما فقط بوصف الزوجة، فكل زوجة يصح لها الطلاق في أي حالة تكون. أما المذهب الجعفري هنالك شروط أخذت، أولا أن يكون زوجا عاقلا بالغا لا يتناول المسكرات ولا يقع الطلاق بالإكراه، وهنالك أيضا شروط تناولها المذهب الجعفري في تطبيق الطلاق. أولا إذا كانت صغيرة والتي لم تبلغ تقريبا في عمر 9 والتي لم يدخل بها الزوج والتي غاب عنها زوجها مدة شهر وطلقها يصح الطلاق، والحامل. المذهب الحنفي يصح الطلاق باللفظة الأولى. ما هي الفروقات بين الطلاق بين المذهبين؟ هنالك فروقات تؤخذ بين مذهب وآخر. المذهب الحنفي تأخذ المرأة حقوقها. عندما نأخذ الجانب من الحقوق المرأة، أخذ المذهب الحنفي بأن المرأة تأخذ حقها من النفقة والمهر المؤجل فقط. أما الجعفري يحق للمرأة المطالبة بالمؤجل من مهرها أثناء الزواج، وعلى الزوج سداد المهر خلال 3 سنوات من مطالبة المرأة به. أما المرأة التي تعاني من أضرار اتجاه زوجها وأنه مقصر من ناحية بيته وأسرته، أكيد يحق لها المطالبة بالطلاق، وهو رفع دعوى تفريق للضرر عند ثبات الضرر. والضرر يكون عندما الزوج لا يتحمل مسؤولية الزوجة والأطفال من ناحية النفقة، يحق لها المطالبة بحقها بالنفقة ويفرقهم القاضي. اشتراط حالة وجود الشهود شاهدي عدل عند جمهور الأحناف في حالة الزواج وعدم اشتراطه في حالة الطلاق، وهو ما حددته المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية العراقي، حيث اشترط المذهب الحنفي وجود شاهدين ولم يشترط وجود شاهدين في حالة الطلاق، وهذا ما لا يسير عليه المذهب الجعفري، حيث أن المذهب الجعفري يشترط الشهود في حالة الطلاق وعدم اشتراطه في حالة الزواج لهما. لدى جمهور الأحناف أنه الطلاق يحصل لفظا بعدم وجود الشهود، لكن قد يكون تعدد اللفظ عندهم، فمثلا شائع أن يقول أنت طالق بالثلاثة، فهذه الحالة أجابت عليها المادة 37 الفقرة الثانية من قانون الأحوال الشخصية، حيث ذكرت أن تعدد اللفظ يعتبر طلقة واحدة عند جمهور المذاهب الإسلامية، وهذا حفاظا على تماسك الأسرة يعني، وكان المشارع موفقا في النص على هذا الأمر، لأنه تعرفين في حالة العصبية، في حالة حتى الوضع الاقتصادي والتقلبات الاقتصادية يعني قد يعني تخل بنظام الأسرة، فالحفاظ على الأسرة جعلوا هذا العذر للزوج في حال تعدد الألفاظ يعتبر طلقة واحدة. طبعا اطلعت على التقرير اللي قدمت الأخت اللي هي انفصلت بعد زواج دام 10 سنوات نتيجة بخل الزوج وعدم مراعاته لأسرته اللي هم الزوجة والأولاد الاثنين، وما اضطر الزوجة إلى الخروج إلى العمل، ويعني من أجل يعني توفير المال الكافي لإدارة حياتها وحياة أولادها، لكن هذا بطبيعته يعني استغل من قبل الزوج مما جعله يتمادى أكثر وأكثر، ولهذا السبب شاهد أنه هو رفع إيده نهائيا أو إطلاقا من يعني
من حياتهم او من الاهتمام بهم او تقديم خلينا نقول احنا المصروف اليومي او المصروف الشهري لهذه العائله. طبعا هذه يعني حقيقه راح يعني اتكلم بها بكل واقعيه، نفسيا بتقدر يعني تتغلب على هذه السمه، يعني هي متجذره يعني في شخصيه الانسان، وخاصه عندما تصبح سمه ملازمه لشخصيته فيعتبر البخل مرضي هنا، يعني عند الاساس في حياته هو كيفية جمع المال، ويعني الأمر اللي يشغل كل حياته، إنه الحياة هي عبارة عن ربح أو خسارة، وشون يقدر يستفاد وشون يقدر يجمع أكثر يعني مبلغ ممكن، وهذا بدوره يعني حقيقة محطم للعائلة وللأسرة بأكملها. طبعا أنا من خلال كلامها شاهدتها إنه هي امرأة يعني ودودة، يعني حقيقة يعني تتسم بسمات الهدوء، يعني من خلال كلامها اللي طلعت عليه على اللي بعثته لي زين. فهي يعني خطية يعني لآخر لحظة، رغم هنالك قطع بفتهمت شنو المشكلة اللي صارت بالضبط واللي هو قام طلعها. طبعا هي طلبت المساعدة وقالت أنا ما أقدر أرجع لا. طبعا البخل مدمر حقيقة، أريد أقولها البخل عندما تصبح سمة في شخصية الرجل في الأسرة ويكون لديه أولاد تصبح يعني مدمرة حقيقة مدمرة. لكن هي يمكن حلت المشكلة وراحت اشتغلت، وهذا مما زاد يعني مما زاد خلينا نقول احنا جشعة او طمعة او تخلي عن اسرته. يعني ملخص الكلام، هي طلبت قالت اني يعني انفصلت عنه، لكن محاول حتى يرجعني في فترة العدة، بما معنى انه هو ما شاري عائلته ولا شاري اسرته ولا شاري اولاده، لذا من يعني اللي احنا نشوفه الاسلم. قالت اني اخاف، لا طبعا الخليات قلبت، لا بس انه يعني نشوفين ونقدر احنا نساعدك بمحامية خلينا نقول احنا خلوقة مؤدبة، هنالك القانون منصف للمرأة. يعني على سبيل المثال انت بما انه هو يعني هو اللي قام بتقديم الطلاق اللي نفقة إليك والأولادك، وهذا القانون راح ياخذك إياها، واللي أنت هي طبعا على فكرة سبب المشكلة هي الفلوس، لكن القانون راح ياخذ لك الفلوس هاي وحدة. اثنين، البيت اللي أنت ساكنة به أنت وأولادك أيضا هذا من حقك، تقدمين طلب يعني طلب قانوني عن طريق المحامية، تقولين إنه أنا ما عندي مكان للسكن، أو هذا طبعا راح حسب اللي راح يشاهده القاضي أيضا يقدر يحكم لك إنه تسكنين بالبيت. هاي اثنين. ثلاثة، يعني المؤخر والمقدم أيضا راح تحصلين عليه، ويعني تقدرين تحصلين عليه، وأيضا عن طريق المحامية. يعني احنا اللي ننصحك انه تشوفين محامية شاطرة خلوقة تكون سند إليك، يعني طالب لك بجميع حقوقك، لأن يعني انت عندك هسه يعني خلينا نقول احنا طلاق سيد انت ومطلقة، اللي على حد معلوماتي يعني ما عندك طلاق محكمة يصدق هذا الطلاق اللي عندك بالمحكمة، وأيضا تاخذين كل حقوقك، لأن يعني اني انت ما حددتين، انت اللي رفعتي، انت ما داخله محكمه ولا رايده، هو اللي طلقك، بمعنى انه الحق راح يكون القانوني معك. بما انه هي تمتلك سببا لانهيار كيان الاسره وهو البخل، وهو احد الطامات الكبرى اللي اغلب النساء تعاني من عده بالوضع الحالي الان، فهي لها قبل لا تطلق هي لها حق التفريق ان ثبت عدم نفقته عليها وعلى ابنائها، بينما بعدما تم الطلاق فلها كافة حقوقها أن تأخذها، إضافة لذلك أنه تعسف في استعمال حقه فقام بالطلاق من جهته، فبما أنه تعسف باستعمال الحق لها حق السكنة أنه هي تظل قاعدة بهذا البيت لمدة 3 سنوات، كذلك لها حق لنفقة أبنائه، كذلك لها حق في التعويض بالطلاق التعسفي الذي هو مقدار ما لا يزيد على نفقتها لمدة 2 سنوات، وهذا كله محدد في قانون الأحوال الشخصية. إضافة بما أنه هي على المذهب الحنفي فحاليا لها حق أن تطالب بمهرها المؤجل، لكون المادة كانت واضحة استيفاء المهر المؤجل في حالة الطلاق والموت. أول شيء خلينا ننظر إلى المنظومة العامة، احنا مجتمعنا عشائري في الأصل قبلي، ومجتمع تقليدي نسميه، إذا بالمدينة مجتمع تقليدي، مجتمع حضري تقليدي، وبشكل عام هو مجتمع ذات جذور أو مرجعية قبلية. دائما نشوف الرجل أولا، ولكن عندما تحصل انتقالة بهذا الإنسان
إلى الحياة الحضرية أو الحياة الجديدة التي يكون هو وزوجته في بيت واحد، وتكون علاقاته الأخرى علاقات يعني نسميها عابرة تقليدية أو عابرة، فتنشأ علاقة جديدة، علاقة الند بالند، يعني هنا مثلا الزوج والزوجة، المرأة والرجل. فدائما شوف التوترات الأسرية، التوترات في العلاقات الأسرية دائما احنا نرجع هذا التوتر وهذا التعنيف المرأة للرجل يرجع إلى شخصية الرجل أولا وشخصية المرأة. يعني إذا المرأة بعض النساء قويات يعني وبعض الرجال ضعفاء يعني، ولهذا شوف المرأة دائما في الحياة الاجتماعية أو في التنشئة الاجتماعية تشعر بالغبن، تشعر أنه مظلومة وأنه مهمشة وأنه كذا. فعندما تجد فرصة للتعبير مثلا الخروج من هذا الشيء وتكون القوة بيدها تستخدمها. لهذا المرأة دائما شوف الدراسات النفسية تقول المرأة أقسى من الرجل. يعني الرجل عنده ولا تزعلين من عندي عنده ربما رحمة، بس المرأة إذا تمكنت وهي كانت مضطهدة تشعر بالاضطهاد من هي طفلة إلى أن تكبر، فتستخدم يعني إذا أتيحت لها الفرصة وجدت يعني بيئة ملائمة أو رجل ضعيف أو يعني غير مو فقط ضعيف وإنما يريد أن يكون ديمقراطية خلينا نسميها في مجتمع تقليدي صعب جدا صعب. يجب أن تقوم العلاقة على التفاهم المشترك، يعني الحدود نسميها. الرجل إلى حدوده لازم منه يفهمه، المرأة تفهمه، ويفهم الرجل حدود المرأة. لكن عندما يحصل اختلال في هذا في هذا في هذه القضية دائما شوف من هو اللي هو إلى مثلا الذراع الأعلى هو اللي يتسلط. هذا التعنيف كان يظهر بالمجتمع العراقي في الوقت الحاضر مثل ما تفضلتي. يعني أنا كنت أقرأ أنه في المجتمعات في المجتمع المصري أو المجتمع التونسي دائما كانت المرأة تعنف الرجل حسب ما بعض الدراسات، وتستخدم أيضا حتى الضرب. هذه المسألة ما كانت موجودة عندنا، يعني مو بذاك موجودة ربما بالظل بس ما موجودة كمشهد. لكن اليوم بحكم الضغط يعني الكبير على الأسرة وعلى الرجل وعلى المرأة بدأ الإنسان يعني ينفجر من الداخل تجاه الزوجة أو تجاه الزوجة أو العكس. فالزوجة اليوم عندما تشعر نفسها هي مهضومة وشوف أنه الرجل يعني الرجل، شوفي أكو نقطة أساسية يعني في علم المجتمع نقولها، المرأة تتغير أسرع من الرجل، لها قدرة على التغيير أسرع من الرجل. الرجل ما يتغير بسرعة، ليش؟ لأن مصلحة المرأة أن يحصل تغيير، مو مصلحة الرجل أن يصلح تغيير. لأن الرجل إذا حصل تغيير يفقد جزء من السلطة مالته. ولكن شوفي دائما نشوف يعني الكثير من المجتمعات اللي نسميها التي انتقلت إلى الحضارية، وطبعا انتقالها ليست انتقالها بنيوية. يعني المجتمعات الغربية عندما انتقلت من الحياة الريفية إلى الحياة الحضارية انتقلت بشكل بنيوي. شنو؟ بمعنى أكو صناعة، أكو تغيير صناعي، أكو تغير في كل الحياة بحيث انعكس على الأسرة تغيير بنيويا صميميا. احنا مجتمعات تقليدية، يعني سكن المدينة لبس أفندي وسمعنا شم كلمة بالتلفزيون صار ديمقراطي. فهذه القضية مشكلة، ولهذا شوف كل التغيرات اللي نسميها في الأسرة هي تغييرات غير حقيقية أغلبها. يعني طبعا أكو ناس مثقفين، أكو ناس يعني من عوائل مثقفة متفهمة ديمقراطيين، لكن أحكي على الأغلب. أغلب التغيرات اللي تحصل مكانة المرأة ومكانة الرجل هو تقليد وليس حقيقي، ولكن عندما يصلون إلى نقطة الصفر ينفجر الواحد الثاني.